إيش نقصد جنون العظمة؟ جنون العظمة باختصار هو لما الشخص تشوفه تقول لا هذا مصدق نفسه، هذا مجنون بجنون العظمة، يعني مصدق إنه عظيم كذا باختصار، إنه ماخذ نفسه مقلب، مرة ماخذ نفسه مقلب إنه هو عظيم، بس هو مو عظيم، هو مو عظيم. خلني أقول لك القصة شلون بدأت. أول شيء خلني أذكرك إنه إحنا عندنا تقييم لأنفسنا، أوكي؟ يعني مثلاً من 1 إلى 10 أنت تقيم نفسك في سلم العظمة كم؟ في شخص يقول والله أنا 1، يعني عندي كذا بس يعني ماني عظيم، ماني 10 يعني ما أعطي نفسي 10. في شخص يقول والله أنا في النص، أنا عندي أشياء قوية، عندي كذا، عندي قصة عظيمة، عندي كذا، بس صراحة يعني ما وصلت للمستوى يعني اللي أقدر أقول إني عظيم وكذا. في شخص يقول لا أنا 10، أنا يعني عظيم. طبعا لما تشوف مثلا اللي قيم نفسه 1 واللي قيم نفسه 5 واللي قيم نفسه 10، أيضا الآخرين عندهم تقييم لهم، عندهم يعني وجهة نظر عن عظمتهم. يعني مثلا اللي مقيم نفسه 1 ممكن الناس تشوفه تقول لا والله ترى هذا 5، هذا يعني بالعكس يعني هو احسن، يعني طارح نفسه كثير متواضع، كثير طارح نفسه بسيط، بس هو اكبر من كذا. الشخص اللي ممكن معطي نفسه 5 يمكن يكون اقل او اكثر. الشخص اللي معطي نفسه 10 يمكن الناس يقول ايش دعوه، ايش دعوه، ليش انت يعني حسسنا انك محور الكون وانك مره عظيم وانك خطير. لا لا، انت اقل من كذا، انت اقل. فالناس عندهم وجهة نظر والشخص عنده وجهة نظر. وطبعا في الغالب صعب انك انت يعني تجد شخص هو عظيم والناس متفق انه هو عظيم. يعني مرات الناس تعطي قصة اكبر ومرات الناس تعطي قصة اقل. يعني الناس بشكل عام بجموعهم صعب يحكمون حكم دقيق على الشخص، صعب يعطونه تقييم يعني صحيح. يعني مرات شخص كذا يعني مشهور والناس تعطيه قيمه وكذا، هو ما سوى شيء، هو ما عنده قصه عظيمه، هو يعني مجرد شخص مشهور، بس جموع الناس مع بعض اعطته يعني 5 نجوم، اعطته كذا حجم يعني كبير. ومرات شخص والله قدم للبشريه اشياء جيده، نموذج جيد للانسان الصالح، جيد يعني شخص جيد، والناس يعني تنتقد على اشياء تافهه وتعلق عليه وكذا، ومصغرينه ومخلينه مره صغير وكذا، فما اعطوه يعني يمكن حتى ما يعطونا 2، ما يعطونا 3، لا يقولون انت في السالب اصلا، انت 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 ما عندك سالفه. طبعا الشخص تقييم النفس كثير مهم، تقييمه الصحيح لنفسه كثير مهم. وكل ما كان الانسان منظف اوكي ومشاعره جيده ومرتبه، كل ما استطاع انه يقيم نفسه بطريقه صحيحه، كل ما استطاع انه يقيم نفسه بطريقه صحيحه. ليش؟ انه الناس تضللك، الناس تضللك طوال الوقت، يا اما انها بتنفخ فيك وبالتالي يمكن تصدق انت وتاخذ الموضوع وكذا. يعني يمكن تنشا في بيئه محبه، عندك ام يعني تدعم وتصفق وتنفخ فيك، وأبوك ينفخ فيك وتصفيق وكذا وكذا، بعدين يعني تدخل الجامعة تكتشف إنك ولا شيء، تكتشف إنهم نفخوا فيك على الفاضي، تكتشف إنك بلونة فاضية، تكتشف إنه أو واو يعني ما عندي مهارات بسيطة في الحياة، ما عندي إياها، ليش نفخوا فيني، ليش عطوني هذا الحجم، ليش فمرات الأشخاص يضللونك إنهم يعطونك حجم كذا كبير. ومرات في أشخاص حولك دائما يصغرون منك برضو، مرات تنشأ في بيئة قاسية، بيئة تقولك أنت غلط، أنت ممنوع، لا ما يصلح، أنت مو صح، أنت إكس، كل شيء تسويه لا غلط، ما يصلح، لا لا اقعد مكانك، لا تسوي، لا تفعل، لا تطلع، لا تقول، لا فممكن هذا الشخص عنده أشياء كثير قيمة، يقدم أشياء كثير مهمة للبشر، بس لأنه ضغطوه، عنده يعني عائلة، عنده أم يعني ما عندها وعي كافي،
دائما تقلل منه، دائما تخليه صغير صغير صغير. لما اقتنع انه هو صغير، لما اقتنع انه هو ما عنده شيء، ما عنده شيء. تشوف يعني تسخى شخص تقول اوه واو هذا رسام عظيم، بس يرسم في غرفته لانه عند الباب في ام قاعده تقول له انت ما عندك سالفه، شو الرسم الخرابيط هذا اللي ضيعت وقتك عليها. او شخص مثلا كوميدي عنده عاب في العائله يقول انت لسانك طويل، انت ما عندك سالفه. يمكن لو كان في عائله ثانيه كان صار اعظم كوميدي في التاريخ. فهو ما يعرف هذا الشيء عن نفسه، ما يعرف. فنحن طوال الوقت نضلل في احنا درجه عظمتنا وين، احنا كويسين ولا احنا يعني مهاراتنا جيده، ولا احنا قصتنا عظيمه ولا مش عظيمه. وهذا يجعل الحمل عليك انك انت لابد تقيم نفسك صح، لانه ما المفروض انه انت لما تكون مثلا درجه عظمتك 6 انك تعطي نفسك 1، ما المفروض، ما المفروض بدام انت رقم 6 تعطي نفسك 6. ما المفروض انه انت يعني ما عندك ادوات ولا عندك، ما عندك قصه عظيمه، قصتك تافهه سخيفه. يعني يعطيك 1 على سلم العظمه، بعدين انت معطي نفسك 10، مكبر الموضوع، مكبر القصه، والناس يشوفونك يعني يضحكون على الموقف اللي انت حطيت نفسك فيه. فجنون العظمه هو حاله من انه تقدير الذات غلط، تقدير قصتك، تقديرك للقصه اللي معك غلط، ما هو صح، ما هو صح. يعني انت معطي نفسك 10 بينما انت 1، فتحس انك شخصيه مهمه، خبير غيرت التاريخ، شخص عظيم، عندك اعداء الاستخبارات يعني قاعدين يتابعونك، في واحد هنا قاعد يتجسس، تحس انك مهم ومره عظيم بينما انت 1، ما في اي شيء في قصتك عظيم، قصتك ليست قصه عظيمه، قصه عاديه او اقل من عاديه. طبعا ليش هذول الاشخاص اختاروا هذا التقييم لأنفسهم؟ ليش اختاروا 10؟ ليش اختاروا أنهم يشعرون بهذه العظمة؟ احتمال الأول أنه عندهم هم لما نشأوا عندهم أحد كثير ضغطهم، كثير خلاهم صغار 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 صغار، فبالتالي المخرج اللاواعي من القصة هذه أنهم يتوهمون قصة عظيمة. المخرج من الضغط هذا انضغطوا كثير، فوش يسوون؟ يبدون يتوهمون انهم يعني انا المهدي، انا نبي، انا رسول، انا ما اعرف ايه، يبدون يتوهمون قصص، يعني قصص كذا يعني غير حقيقيه. حتى في احد يتوهم انه هو وزير وهو مو وزير ولا شيء، او هو ملك هو مو ملك ولا شيء. فالضغط الكثير اللي وصل لهم، والتقليل من قيمتهم، والتقليل من إمكانياتهم، والتقليل من قصتهم، والتقليل من مشاعرهم، طبعا ما حد له حق إنه يقوم بهذا التقليل، لكن بسبب هذا الضغط الكثيف المخرج اللاواعي اللي سواه إنه يعني يبدأ يحط قصة، يبدأ يحط قصة عظيمة، يبدأ يعني يقول لك أشياء يعني. وممكن تشوفهم ترى موجودين، ممكن تشوفهم في السوشيال ميديا، مرة يطلع واحد يقول لك أنا المهدي، أنا في أحد قال لي شفت حلم ما أعرف إيه، وهو مصدق القصة، هو مؤمن فيها تماما، يعني مصدق إنه يعني. أو شخص تافه يعني يقول لك أنا ناجح، أنا ما بتشكر، تقول وش قصة النجاح هذه اللي هو نجاحها يعني، وش سالفة النجاح، وش هو النجاح؟ تبدأ تراجع المفهوم، تقول وش النجاح إذا فلان يعتبر نفسه يعني عظيم وناجح، وش النجاح؟ وش الموضوع هذا؟ فهذه حيلة من اللاوعي إنه هو يحل الموضوع، يحل الموضوع. ومرات تقييم الناس الخاطئ ينفخ الرأس، أوكي؟ يعني زي ما قلت لك لما يكون عندك أم وأب ينفخون فيك، ينفخون بلونة مليانة هواء، فيصير الشخص يتخيل إنه خطير، إنه يعني شيء كثير جبار، بينما هو عادي أو أقل من عادي. زي يمكن واحدة قلت لكم كانت تتكلم تقول أنا تخرجت من سادس ابتدائي، أو واو
أو واو أجل هذه إذا خذت الدكتوراه وش بتسوي فينا؟ شو بتسوي فينا؟ شو بتسوي فينا؟ البنت هذه وصلت للجامعة الآن وجدا متواضعة، بنت بسيطة يعني. بس أذكرها وهي في سادس ابتدائي كيف تحكي. طبعا أنا أعرف أمها، أمها نافخة فيها، مسوي لها قصة من ولا شيء، يعني تعطف عليها وتعطف على الأم اللي يعني. ومرات هي كارما ترى على فكرة، الناس يأخذونها بطريقة تربوية يعني، أهلي ضغطوني أنا أنفخ في أطفالي، وكنت تستمر القصة بطريقة غلط. نفس الكارما، نفس الكارما اللي يطبل لعياله نفس اللي يجلد عياله، نفسها انعكاس نفسها. بس ما يفهمون الأمهات، يأخذون موقف من أمهم وأبوهم، أو واو أمي وأبوي أهانوني أنا راح أقدس أطفالي وكذا. نفسها نفس العملية، خلي أطفالها أغبياء مغفلين منفوخ فيهم في هواء كذا، بلونة منفوخة. فمرات هذا التقييم الغير حقيقي، سواء كان من الأهل، سواء كان من المدرسة، سواء كان من المجتمع. مرات مثلا على سبيل المثال، مرات سيدة جميلة تنعطى كثير نجوم بس لأنها جميلة، فقط لأنها جميلة. تطلع تفتح لها سناب ولا حساب إنستغرام ولا واو، الشباب عندها يطبلون لها ويصفقون لها بالليل وبالنهار ويرفعون فيها، وانتي ولا حد قبلك ولا حد بعدك، ويا سلام عليك، وأنا بخطبك وأنا بنزوجك، وكم تبغين وكم مهرك، وتصير قصة يعني، قصة يعني، لدرجة إنها هي تستمر في قصة الفشل بسبب جمالها، بسبب جمالها. والعالم يعني نفخوا فيها، وطبعا ممكن تصدق هي الموضوع يعني، طبعا هي جميلة يعني عندها قيمة معينة، فتقوم تطلع مع الموضوع وتكبر القصة وكذا وكذا، بينما الموضوع ولا شيء، ولا شيء، ما عندها أي قصة في ما عندها أي قصة في الحياة، مجرد يعني سيدة جميلة قاعدة تحط روج وتحط كحل، ولا شيء، ما ولا شيء، ما تقدر تسوي ولا قصة في الحياة، ما تقدر تسوي ولا قصة، ما تستطيع إنها يعني تسوي لها حتة مشروع قد كذا، ما تقدر، ما تقدر. بس برضو يعني تعطف عليها مرات، تقول يعني شلون طوابير الشباب ضحكوا عليها، شلون هي يعني انخدعت، شلون خدعت العالم، صفقوا لها وطبلوا لها وصدقت انها هي شخصية عظيمة، شلون؟ فبرضو الناس تضللك، الناس تخدعك مرات، مرات لما ينفخون فيك وكذا تنخدع تصدق القصة. وطبعا ممكن تلقاها تطلع تقول النجاح، وانا نجحت في هالطريقة، تبدأ تفكر وش النجاح يعني، وش الشهادة اللي هي ماخذتها، وش المشروع اللي هي نجحت فيه، وش التغيير اللي سوته للعالم، وين النجاح اللي هي تحكي فيه. نجاحنا هي سيدة جميلة، سيدة جميلة وعندها طوابير من الشباب اللي يتغزلون فيها. فتصل لحالة تقدر تقول جنون العظمة، تقدر تقول يعني انه سبدت الموضوع تخربط عندها، صار الواحد عنده اعتقاد قوي جدا تجاه فكرة خاطئة، صار يعني يعتقد بشدة 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 انه هو عظيم، والفكرة خطأ، فكرة خطأ. ولما احد مثلا ينتقدها، او احد ممكن احد يجي ينتقدها او مثلا كذا، تاخذ الموضوع بطريقة كثير حادة وبطريقة كثير يعني، وتبدأ تجيب لك ردود الناس، يعني حتى هي ما يحتاج ترد، تجيب ردود الناس اللي يقولون لا انت وانت خطير وانت كذا ولا يهمونك انه فتتضلل زيادة، بعد هي تضيع مع القصة زيادة. وهكذا هكذا ينشأ الشخص، يصل إلى حالة جنون العظمة، يعتقد انه هو يحمل قصة عظيمة، هو ما قدم قصة عظيمة ولا شيء، اما انه هو يعني كثير صغروه فبالتالي اللاوعي ظل القصة عليه، او انه هو تقيم غلط، تم تقييمه بطريقة خاطئة. ذيك ارجوك حاول انك دائما تراجع قصتك، حاول دائما تراجع قصتك، تقول طب انا كم الرقم عندي يعني، وين انا في سلم العظم. اتسوكي اذا كنت واحد، اتسوكي انه واحد، بالعكس ذكاء وشطارة منك انك انت تعرف الموقع اللي انت فيه، بس سذاجة وغباء وغفلة انك انت تحط نفسك في رقم 10 بينما انت ما وصلت 5، لانه كثير اشياء راح تكون
قرارات غلط، اختيارات غلط، كارمات، نتائج غلط، كل لأنك قيمت نفسك بطريقة غير صحيحة. والجذر وراء الموضوع أنه من المهم أنك أنت تسمح للناس أنها تنتقدك. أوكي، it's okay أنه أنت تنتقد، ما هي مشكلة. it's okay أنه أحد ينتقدك، it's okay أنه أحد ينتقد القصة اللي أنت فيها، القصة اللي أنت عايشها. هذا شيء يصحح المسار. يعني ما يعني أنهم كلهم صح، مرات الناس تصغرك، مرات أنت عظيم بس الناس تصغرك لأن الناس فقدت التقييم الحس السليم. مرات الناس تقيم التافه بس ما تقيم القيم. فإتس أوكي أنه أنت تسمع التقييم، تسمع النقد عشان تقيم نفسك، بس ما يعني أنك تصدق كل شيء. لا، ما يعني أنه بزر في سادس ابتدائي يقيمك يحق لنا يقيمك، ما يعني تافه يقيمك يحق لنا يقيمك، ما يعني شخص مجهول يقيمك يحق لنا يقيمك. شخص محترم، مشاعر نظيفة، نيته سليمة، يستطيع أنه يطلع لك بوجهه وباسمه ويقول كلام نقد محترم، تستطيع أنك تسمع وتقيم قصتك بناء على هذا النقد. أنك تراجع نفسك تقول لا يمكن فعلا أنا مو هنا، أنا هنا، يمكن أنا لا صحيح، أنا لازم أصح هذا، لازم أراجع هذا، لازم أنتبه لهذا.